معشوقه مع النبت بعدا ما كانش عندي مشكل مع النبت نهائيا. عاود لينا الاسطوانين صح التعبير واخا 8 سنين دابا تقريبا اشوقه سيدي. كنا لعبنا المباراه ديال سيراليون المباراه ديال سيراليون اللي ربحنا بربعه لواحد وكنا منهزمين باصابه واحد لي صفر. يمكن النبت كان في أسوأ حالاته ما كانش بشكل اللي موالف. علاش؟ لان تقريبا شي شهرين يلعب مع توتنهام كان كان بليسي من مورا. حنا عندنا سفر لكينيا كنعرفوا كينيا عندها وكان ديك الساعه ما بقاش البطوله في اوروبا نهائيا كيخص اللعابه تبقى شادو من عندك وت يبداو يضربوا حتى تجي المباراه ديال كينيا. وكانت كانت باقي المباراه ديال كينيا واحد ثلاثه ديال الاسابيع ولكن حنا غادي نسافروا اسبوعين تقريبا او 18 يوم قبل المباراه ديال كينيا. غنمشيو عندنا معسكر في دبي في نادي الضباط. المهم راه ملي دات لا كونفوكاسيون ديال اللعابه اللي غيدخلوا لاوتيل شيراتون كيعيط ليا انا كنعاود داكشي بالتفصيل كيعيط ليا قاعدين 4 ساعه باش خصني خلينا نوضح بغيت نوضح باش نعاود لافير ديال نيت من اثر زيد. مزيان تفضل. كيعيط ليا كونر الكحل اللي كان ديك الساعه كوموندو قال لي راه قال لك النيبت راه ما غايجي حتى وصل عندنا لدبي. قلت له مون كونوريل ديك الساعه مون كوموندو ما نبغيش شي واحد يدير لا بغى النيبت يدير يعيط ليا هو ما تجيش عيط ليا هو ونسمع من عنده. المهم كيعيط عليا نور الدين ها ما كاين راه عندي شي مسائل شخصيه غادي نقضيها. قلت له شوف نور الدين حنا هذا المعسكر مهم وبالاخص انت اللي شهرين ما لعبتيش وناقص وقت عارف المشكل اللي غادي نلقاوه مع الهجوم ديال كينيا بالاخص داك اولياش سريع كيخصك انت اللي يمكن اللي غنعتمد عليه كيخص تكون واجد. الا ما كنتيش واجد راه ما كت قال لي لا انا ما يمكنليش نمشي لان عندي ظروفي وعندي هادي. قلت له ما الا ما غتمشيش معايا او ديبار ابقى هنا سالت المكالمه انا ونيبت الا ما غنمشيش. قلت اوكي لا عاون. مشيت للوطيل لا كونفوكاسيون وانا عارف بان نيبت ما غايجيش الا وكان تفاجئ به جا في المعسكر. خاف منك ما عرفتش خاف دابا كنعاود لك تقول لي خاف منك ولا شي حاجه. انا كنعاود لك بامانه. تفضل. حتى واحد ما كيخاف من الاخر هنا كاين واحد الاحترام الحمد لله كل واحد على حسب حتى واحد ما كينكر داكشي اللي عطى النبت سمعوا عليه. ولكن كنظن وقيلا غلطت في واحد الامور اللي انا كندير الدور تاعي وكندير العمل عشان كنتخلص وكنادي مسؤوليتي اللي غادي نتحاسب عليها. نعم. دونك كنلقاه جا اوكي عاديه تعشينا سالينا لا غادي سافرنا لدبي. سافرنا لدبي جات الحصص التدريبيه شد رجليه مريض. جيت عند دكتور الزاهي الا راه عنده هذه فرج اوكي شوف دونك ترينا ثاني يومين ما تريناش. المره الثانيه عاوتاني ترينا واحد شويه وخرج من التدريب. المهم كان داكشي اللي كنتسنى في النبت باش يكون واجد ما كانش واجد. بطبيعه الحال خديت مسؤوليه بان المباراه ديال كينيا ما غنفلش عليهم لان بعيد على المساواه تاعو وبالاخص غادي يكون كفس من المباراه ديال سيراليون وهذه مسؤوليتي انا وخيارات تاعي. يمكن عندي الصح يمكن عندي الصح او غلط انا غنتحاسب من بعد وهذا حق مشروع. تعبت المباراه درنا نتيجه ايجابيه لان تعادلنا. الا كانت نتيجه ديال التعادل على برا مع كينيا كتعتبر سلبيه. ما كنفهمش علاش كيعتبروها ايجابيه دابا مع الاطر الاجنبيه في وقت اللي كانوا كيتمناو يكون غير تعادل في موزمبيق. المهم بريف كانت نتيجه ايجابيه وانا الشهاده لله. النيبت كان حسن ملي كان كيلعب في كومبورتمون ديالو
كان مع اللاعبين كان كيهضر بوزيتيف، بالعكس من لعبت التشكيله وما لابس كاع ما قال لا ايه ولا علاش ولا ولا, ولا ما هضرش ما هضرش نهائيا. كان 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 مثالي. فين فين وقع المشكل؟ ملي دخلنا المغرب الا وكان نشوف تصريحات غير مسؤوله ديال ديال نور الدين. بعد اللي كتقيسني انا وكتقيس المجموعه ما طابي الحال هنا قلت للجامعه باش بلا دخلت تاخذ قرار على الاقل تخرج بشي بشي شي حاجه لجنه تاديبيه توقف باش انا ما نهضرش مع وكيل مع وسائل الاعلام باش اللي دوا معايا نقول له الامور راه عند الجامعه من بعد باش نعالجوه. حتى واحد ما تكلم كلشي بدا كيتفرج. انا خرجت ملي شفت الامور زادت عن حده خرجت كنقول انا كنوقف نرد النبت. بقات الامور غادي بحال هكا وسائل الاعلام كتكتب لنا بروتوكول الجامعه الجامعه كتفرج حتى بقى لنا اسبوع لعبنا المباراه ديال ديال بوسوانا انتصرنا فيها بقاتنا المباراه ديال 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 تونس وسائل الاعلام كتكتب لنا نامبورت كوا الجامعه كتفرج وانا من طبيعه الحال ما يمكن ليش غادي نجيب نيت وندخلو لان الا مشى دخل النيت المجموعه مشات كيخصو الله يدخل من الباب الكبير كيخصو يعتذر على داكشي اللي صدر منه ماشي اللي صدر منه في كينيا بالعكس كان مثالي ولكن تصريحات من بعد اللي كانت شي ضغوط باش ترجع النيبت طالت اللوط مثلا من جهه منين من جهه عليا ماشي عليا اللي جهه جهه اقل من ولكن كنت كنتمنى حنا راه حنا شفنا مصر ملي ميدو خرج كيحتج على سمو على شحاته كيفاش الجامعه دخلت في 30 ثانيه وقفاته باش ما تخليش المدرب يبقى فيك الحال باش يبقى فيا الحال ماشي بقى انا اللي بقى في اللي كيبقى فيا فيه الحال هو العمل اللي كيدار وغادي يتهدم على مساله اللي هي بسيطه وعندها الحل وغتجي من بعد تطور الامور وغتجي الاستقرار حتى كتجي الاسبوع ديال تونس ديال تونس غادي نسافروا كيقول لك عاد التدخلات لا خص هذه ما يمكنش لان الا مشى دخل النيبت مشات مجموعه انا يمكن لي نتسغنى على واحد ما نتسغناش على مجموعه تشبت بامري الحمد لله مشينا لتونس يمكن كنا في المستوى فعلا كنا نتاهل ولكن الاقدار اللي ما بغاتش يمكن خطأين فرديين هو اللي خلى وحتى التحكيم وحتى المسائل اللي وقعت المهم كنا في المستوى يمكن الفريق الوحيد اللي عنده 20 نقطة وما داش الكاس العالم وفرق اخرى عبر 14 13 15 دازت لهذا ملي جيت من كاس العالم وانا مأهل الفريق لكاس افريقيا 2006 ما كتبش ماشي بالعمل العمل دار ولكن كانت بعض الامور اللي في الجامعه بخصوص الملف ديال كينيا واللعب اللي وقع باش تونس اتهمات بانها كتشري اللعابه وكتفعل وبقينا ساكتين فيها كذلك المنتخب المغربي لعب امام جمهور في تيران ما كيصلحش الارضيه تاعو والمنتخب التونسي لعب في ملعب جميل ولكن بدون جمهور نيابه العامه ما بقاش الوقت واش هادشي لان هاد التاريخ دابا اللي جرنا بزاف واش هادشي كيعني ان النيابه كيرد الصرف ديال هادشي كامل اليوم لا 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 نكمل لك مشيت بحالتي تقدمت استقالتي مشيت بحالتي وانا اهل في الفريق 2006 مزيان وعلاش غتستقل من بعد السي زكي جينا نيشان وعلاش غتستقل من بعد لا اولا اهلتي ودرتي ماتشات مزيانين وغتستقل لا لا ماشي عفاريت لان المنتخب ما تاهلش كاس العالم وانا عندي في العقد كاس العالم كاس العالم رغم 2006 تاع الكاس افريقيا ما سمعت في ليستاسيون عاديه الان كنخرجوا عليها الزنقه واخا ربحوا تنزانيا تاهلتي ما حتى حد ما قال لك تبارك الله عاديه ما نساو كاع واش حنا مأهلين داكشي علاش ملي غتلعبوا ملي المغرب غادي يلعب مع ليبيا نفكر انا نكمل لك واحد التوضيح ملي مشيت بحالتي وجا مدرب اخر رجع النيبت رجعوا اللعاب رجعوا كل شيء يعني فريق اللي كان وصيف البطل فريق اللي ثلاث سنين خسر مباراه واحده هي راه مباراه ديال النهايه مشى لكاس افريقيا وكاين نيبت واش كنت لا وما كيدوش للدور الثاني لعبنا مع ليبيا في 2006 السي زكي
خير نكمل لك الخير تفضل كاين ربع ساعه خصنا ربع ساعه تبقى تسبع دقائق تفضل. يعني الفريق اللي كان وصيف البطل واللي كان واللي كان في خسر المباراه الا من وصيف البطل الا من منتخب كان مرشح باش يدي كاس افريقيا كان مرشح باش يلعب الادوار الطلائعيه كيخرج من الدور الاول وبوجود نيبت. يعني شحال نيبت لعب من مورايا انا لعبت ديال المباراه ديال كاس افريقيا كيعتزل هذا ما كنقص من قيمه النيبت. انا اول واحد كيحترم النيبت وكيقدروا هو انا يعني كلام كان صحيح ماشي كلام كان صحيح لان الا بغيتي الا بغيتي في الامور ديال الكره في الامور ديال تدبير مجموعه بالاخص في كره القدم وبالاخص المنتخب الا خرجتي على النص غتلف. كانت واحد الاشاعات لقوها عليك السي زكي ابانه زوينه الابانه الماتش ديال المغرب وليبيا في 2006 فاش تعادلنا مع ليبيا وغنتقصاو من بعد قالوا الزاكي تعاون مع ليبيا وراهم شي شويه ديال التكنيك ديال المغاربه باش نمشي مشيت دربتهم درت لهم معسكر سري. سمعتي هذا الكلام قبل ولا ما سمعتيش؟ سيدي هضره سمعتي هذا الكلام قبل ولا ما سمعتيش؟ مع مريح شكون الان باقي ما عرفش على المدرب كيفاش عندهم ديك الساعه من القذافي ديك الساعه هذه هضره خارجه عن النيابه العامه عندك الميتال واش انا نكون مدرب ويجي عندي واحد اخر بدي يقول لي امدي ما تفعل ما تفعل هذا هذا راه ما نقدر ريسبي اش مديني لا لا هذه امور ما خصهاش كاع ندوي عليها هذاك الشيء قلت لك واش كاين شي عفاريت واش عمرك السي زكي حسيتي او دابا كتحس بان كاين اللي كيحفر ليك بهذه العباره جاوبني اهلا انا متفق معك ماشي كاين موجودين اللي كيحفروا انا كنظن واقيلا الخطا اللي درت بكل صراحه واللي كنشوف واللي كنتحاسب عليه واللي كتولي عدو ديال عباد الله ولكن خدمتي بلادك في الطريق الصحيح خدمتي بواحد الوطني بواحد الجرأه وقدمتي واحد واحد العمل اللي كنتي كتقزمو في اليبوك اللي كنتي كتقول في اليبوك كون كان عندنا مدرب كون دينا كوب دافريك كون كان عندنا مدرب كمشينا لكوب دي موند الان سبع سنين من بعدي وعامين من قبلي حتى باقي الان ما وصلوش حتى لواحد 40% في داكشي اللي دار النيابه العامه. كاين اللي تيقول انك كنتي غادي ترجع للمنتخب ولكن حوار صحفي بالضبط كان هو السبب ديال ان الناس داروا منك ناقص وقالوا هذا السيد لا يؤمن جانبه خرجتي كتقول ولا قالت عليك شي جريده محسوبه على انها قريبه منك بان الزكي هو مدرب منتخب مقبل تحسمات الامور وبانه باراشوتي وبانه من جهات عليا ومدعوم من طرف هادشي واش كدوي على الفتره او الفتره لا قبل ما يجي لومير باش ترجع ليكيب ناسيونال شو انا اولا بسرعه السي الزكي الله يجزيك ترجع للذاكره 2006 ملي المغرب خرج داك الخروج من مصر ما عطيت التصريح لا قبل ولا بعد 2008 ملي خرج من غانا ما عمري تكلمت على المنتخب 2010 ما تاهلش 2012 تكلمت لحقاش كنت كنتخلص كنت عندي عقد مع الجزيره وكنت كنتاقد الامور اللي كنشوف باحترام ماشي كنقول هذا المدرب كيربح قد قدو خصو يمشي او كنت كنشوف داك الشيء اللي كيبان ليا في الملعب بحال جميع الزملاء اللي معايا في البادو وبحال جميع الانتقادات اللي كان سواء عن وسائل الاعلام سواء عن غير الشعب. غير على ديك الجزيره كيتقال بانك انت وعويطه هضرتكم في الجزيره هي ما تخليكمش تدربوا المنتخب نهائيا سيدي ما علاش ما كدير المعارضه الرياضيه شكون كيدير المعارضه الرياضيه انت تعويطه مالي هذا خاوي يعني نكونوا منطقيين وعطينا شي مبرر واضح نفهموه انا ما فهموش انا يمكن تنقول يمكن الانسان اللي كيخدم وكيشتغل وكيهز لابار ما كيبغيوش وبالاخص في الميدان ديالنا حنا واش فعلا في ديك المرحله ديال لومير قبل منه كنتي فعلا غتكون مدرب ديال المنتخب الوطني في جوج ديال الدقائق الله يجازيك بخير شرح لي اش وقع فعلا انا كنت في المنطقه ديال امسوان وكانت باقا واحد كانت شي 18 يوم باقا المباراه الحبيه ديال بلجيكا كيتصل بيا مسيو اوزان تيقول لي الزاكي راه حنا الجامعه هي اللي كتشوفك بانك انت هو الناخب المقبل عفاك اللي ما دخل لو بليفيت بوسيبل باش يمكن لك تصاوب اللائحه ديال اللاعبين اللي غادي يمشيو لبلجيكا وحنا الاثنين غادي نعلنوا عليك رسميا وغتشوف مع جمال والمدير التقني باش تعطي اللائحه يخرجها ملي تجي انت تكون الامور موجوده داك الشيء فعلا اللي كان ولكن من الاربعاء للخميس ولات كتخرج شي حوايج في وسائل الاعلام شنقول لك
دي زانتيرفيو مفبركين. كيديروا الجنرال كيركع كيركع عليا انا نازل باراشيد من سلطات عليا من طبيعه الحال واخا نكون انا نكون رئيس ديال الجامعه واخا يكون هذا المدرب غيجيب لكم ديموند ولا لاجا يعني داكشي داروا بالنقص الا داروا بالنقص على حسب داكشي ديال لي جورنو راه عندهم الحق عشان انا كلمت مسؤول او زاوك باش اللي خارج لي جورنو راه غندير ندوه صحفيه وغادي باش يمكن لي نوضح قال لي علاش غتوضح اش باغي توضح دير القطن في ودنك راه الوزير الاول كيتكلموا عليه هنا انا ما كنمش اطرس ما كنمش اوجه بالعكس انا كنوضح فعلا سكت ملي وصل الاثنين ما كاين والو الثلاث ما كاين والو لا اربعه كنعيط مسؤول اوزال قال لي راه داكشي تاجلت الاسبوع الجاي الاسبوع الجاي الا كنتفاجئ بان جمال هو اللي مشى لبلجيكا باقي ما وصل الاسبوع الجاي بسرعه المختار ما بقاش ليه الوقت مال عزيز بودربالا معك اخويا غنقول لك هذا السؤال كنتفاجئ وانا انا براسي هذا الخرجه ديال العزيز ما عرفتش انا فهاد التوقيت بالضبط كيخرج كيقول شي حوايج كيعرفهم غير هو كيخرج رغم انا تصدمت علاش انا كان ما كنحسبوش اخ صديق كنحسبو اخ وصديق لان امو المرحومه كانت بحال امي وكذلك امي تاع الوالده ديالي انا تصريح في هذا الوقت او يقول لك المسائل بحال هكاك ف ما عرفتش تنظن بان شنو رسالتك ليه السي زكي شنو تقول للزكي لا غادي نقول بان عزيز ما عرفتش اش باغي في هذه الدنيا وانا بالنسبه لي انا رسالتي ليه اش نقول لك انا حسبي الله ونعم الوكيل فاتقي شر من احسنت اليه كان هذا هو الاسم الاول نورمالمون كنعطيو ثلاث الاسماء نعتبره عزيز بودربالا هو الاسم الاول الاسم الثاني اش تقول نور الدين نبت نور الدين نبت لكن كيظن انا عندي شي مشكل معاه فهو غلط الا كان كيظن انا لحد الساعه راه لان داكشي اللي قمت به من واجب من الواجب تاعك كمدرب يمكن لي يكون غلط ماشي هو اللي غادي يحاسبني غادي يحاسب المسؤولين بالنسبه ليا انا بيني وبينه لو كان ضرنا هذيك الصفحه نسيتها وطويتها الا باقي شاده فهو فهذيك المسؤولين اش تقول اريك غريت باش نسال ليهم نعطيه الصحه شكرا بدو زكي شكرا مختار الغزيوي شكرا كريم نيتسي صابر فوندا الحكم للمستمعين ما تنساوش رفعت الجلسه إعداد